بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بين الأمل والعمل، أمذان يرأس السرم أكذ الخدمة. الإنسان مكرم بندم إشرميث وثدي خلقا. ربنا دي القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية 9: ولقد كرمنا بني آدم. ربي سبحانه يناد بنادم يكرميث ربي، نسيتي دي خلقا كياس الكرامة. مظاهر التكريم كثيرة، منها أسجد الله له الملائكة سجود تكريم، منها أرسل إليه النبيين والمرسلين. ربي شقعد إم شقعن إم ولهن تلسع هداة البشرية. إشقع ثنيد ابن آدم الإنسان أرسلهم تترى من أولهم إلى آخرهم. أنقروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إفكايا سند عقيدة التوحيد كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبوات والرسالات. ربي سبحانه يمدي الشجع يمشجع نيس أكن ملان ينايس ربي يوان ينايس حاجة رمضان محفوفة في الله يعفو يرحم ينايس العهد يلن ذي الزابور لضيور وذي تفرفيرا سلعة يلن ذي الطورات إذورا وذ علين سلعة يلن ذي الإنجيل الطجرة ذوين ثمرا سلعة يلن ذي القرآن يلدن في بوري غلقا ينزل دغف محمد رسول النبي عزيزا. الفلس يعفو يرحم يوكذت باللي يون العهدي قلان يدبون كل الأنبياء والمرسلين. الأصل الأصيل الجامع لدى جميع النبيين والمرسلين الإيمان بالله الواحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن نكون سورة الفاتحة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الإنسان المكرم مكلف يكرمث ربي سبحانه يشرفيث ولكن يكلفيث تكليف مزوارو أذي من صربي وسيخدم على شريك. في سورة البقرة بعد آية الكرسي الآية 256: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قلت كلمة دوس الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. باش هذا نظر باللي ذوقيذ الساس
هذا هو الأساس المتين. بعد دسنة التكاليف العبادات، والحمد لله في الإسلام عباداتنا معروفة: أقيموا الصلاة، تظليث تركيست، تركيستنا الإسلام بعد التوحيد. أدوغل مرة أخرى إلى الشاعر المرحوم الحاج محفوف رمضان، محفوف رمضان، في النقطة دي بالذات قيل له: كاين الناس يقول لك أنا مسلم وما نصليش، كروايون نون براتيكون، هذه معروفة. وعلى بالكم في كاين مناطق رمضان عنده الزهر أكثر من الصلاة، عدد الصائمين أكثر من عدد المصلين. في الترتيب الأولوي رمضان يأتي المرتبة الرابعة بعد لا إله إلا الله. في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمسة تركيزين، بعد التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدس الزليف، أدس الزكاة عشور، أم بعد أديس رمضان، بعد أديس الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إن يسم هكا إن سلم ورنت زلا، إن سلم ورنت زلا، غيب ودس فلو يلها مليح. يعني أبيات هادفة مربية مرشدة موجهة منبهة مما ورد فيها. إنس المؤمنين يوانرو في الوقت يذهن الله ما تشكين عودة ضرو، إن سلم ورمت ظل السوق ما يعمر ذي فرو غسم يزنس الغلا. إشارات لطيفة جدا. سوق الدنيا ينتهي كيما ندخل الأسواق، ندخل السوق بعد السوق يفض، ولكن أيضا أعمارنا ستنتهي وتنتهي بموت. الموت حق لا ينكره باطل. تنبيه: السوق ما يعمر ذي فرو غاس ما يزنزس الغلا. اللي يدخل السوق ويربح ويفرح بسم الله ما شاء الله عليه، مع ذلك سينتهي وحياتنا تنتهي بشهيق أو زفير. تنبيه باش الإنسان ما يغفلش، وربي قال في القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 205: ولا تكن من الغافلين. ربي قال وتسيلي ثارة سويقا ذي غفلا إزمر فند مذي تسو. الإنسان ينسى، ولكن حينما يذكر يتذكر. لذلك ربي قال في القرآن: واذكر ربك إذا نسيت. أي واحد من يقدر ينسى صلاته ينساها. لذلك كاين سجود السهو، صلاة الظهر 4 ركعات ممكن يصليها 5، انسى غفل انسى نسيان، هذه يرقع الصلاة. كاين ما يسمى بسجود السهو القبلي والبعدي، والأحكام الفقهية معروفة. إلى السجود انتثوث، اللي يسمع حي على الصلاة هذا تذكير ولا لا؟ لا، نسمع الأذان وكي نشوف الجوامع تذكير، كي نشوف الناس يروحوا يصليوا تذكير، كي نسمع بالموت فلان مات تذكير. تظليث ذا نسيتك شرك أمذان وكذا رب سبحانه عز وجل. صلاة 5 صلوات في اليوم والليلة الإنسان يؤديها إلى أن يموت أو إلى أن يفقد العقل، والعقل مناط التكليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واللي ما قدرش يصلي قائما، القيام في حق القادر عليه ركن فريضة، ولكن كما ورد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الإنسان يصلي واقف قائم، فإن لم يستطع فقاعد فجالس، وإلا فعلى جنب. المهم كاين تخفيفات مقررة في الشريعة
لقوله تعالى في سورة النساء الآية 28، ربنا يقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك جاءت هذه التخفيفات بمختلف أنواعها، تخفيف الإسقاط، تخفيف الإبدال، تخفيف التقديم والتأخير إلى آخر ما تعلمون. فقط الصلاة عماد الدين وسائر العبادات. الإنسان إذن أعطى له ربي سبحانه هذا الخير، هذا النعيم. مهما كان الإنسان يشكر ربي عز وجل لا يقدر، وأعطى له النعم التي بها يؤدي هذه العبادات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الدنيا عامرة بالمفاجآت، بالهموم، بالمشكلات، بالابتلاءات. الدنيا تسعى غورا، تسعى ثلوفا، تسعى الهموم ورعني خمري السولة. وربي سبحانه يناد في سورة البقرة الآية 155-156: ولنبلونكم. إذن ربنا عز وجل إنيغ داكون جارفا سويني كيفغا، ماشي سويني نفغا. هذه قاعدة مهمة في حسن التعامل مع القضاء والقدر. ربنا جل جلاله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، كيف ما شاء لا كيف ما نشاء، متى شاء لا متى نشاء. أربغي جرب سويني كيفغا، ماشي سويني نفغا، مني كيفغا، ماشي من مين فغا. أكيغ دينا في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن هذه الابتلاءات فضلا عن أجرها الكبير، فضلا عن أجرها الوفير، رب سبحانه وعد المبتلين بالأجر الكبير، كما في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ربي يقول وبشر، وفي آية أخرى ربي يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف الآية العجيبة، سبحان الله، والقرآن كله عجب. إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني كي يكون الابتلاء مهما كان شديدا، الإنسان كي يسمع هذه الآية باللي ربي وعد هؤلاء بالأجر الوفير وقال بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بمعنى يطمئن ويرتاح، يقول الأجر عند الله كبير. وصدق الشافعي رحمه الله إذ يقول: والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. رغم ذلك ربنا زرع في قلوبنا الأمل. الإنسان بين الأمل والعمل، بمعنى مهما اجتمعت عوامل اليأس في حياة الإنسان لا ييأس ما دام هذا الإنسان موصول بالله جل جلاله. وما كانش أمر يزرع الأمل في قلوب الناس مثل هذا الدين الحنيف. كلكم يقرأ قصة يوسف عليه السلام، باباه يعقوب المفروض ييأس بمنطق البشر. جاء ولاده قالوا له: يوسف كلاه الذيب، خلاص دليل الإثبات هاو الدم نتاعو في اللبسة نتاعو. أمر الفغية سير ثفلاطي وول نقارن أذييس. ولكن رويسارة يسعى السيرم ذي ربي سبحانه. الآيات واضحة: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مقل كان تمسك بالصبر عند البلاء،
إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه الآية 18. روح القدام الآية 83، واش قال ربي سبحانه؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سبحان الله، علاج علاج في الآية 18، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في الآية 83 فصبر جميل، يطف كان دي صبر، عسى الله، شوف الأمل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بعد الآيات يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. سبحان الله، هذه الآية نحتاجها كامل. الإنسان اللي مريض ما يئس من رحمة ربي، الإنسان اللي خسر في التجارة ما يلزمش يئس من رحمة ربي، راه مبتلى، لازم يستقبل القضاء والقدر بأمل. أذي الصبر، يخسر ضرب بيسيك ثبناكا ويتخذ الأسباب. الفلاح اللي يزرع واللي يحرف إلى ما كانش المطر، نسأل الله أن يغيثنا جميعا وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. علاش يقول كان ربي يعطينا النية نتاع الفلاحين؟ ربي فكا النية وفلاح. إن الفلاح دائما عنده الأمل، يزرع يحرث يدير كل شيء، إلى ما كانش ما كانش، ويوكلوا يستناو كاع فيه، عائلته يستناو فيه، الفقراء والمساكين حتى الطيور. قارنك لو كان سنتي حسابو فلاح وسنتي زرعارة. الفلاح لو كان يدير حساب ما يزيدش يزرع، يقول لك العام اللي فات تعبتم بعد ما كان والو، ما نزيدش، ما نزرع ما نحرث. ولكن الفلاح بسم الله ما شاء الله، يفك ربي النية غير فلاحا. سان النية اطفن ذي ربي، يتخذون الأسباب ويتوكلون على مسبب الأسباب ومعطل الأسباب جل جلاله. زرعا سراجون، يفكد ربي أذغالا مرة أخرى، أذغالا غلخلا أذميران والسروثان والزيزديان وذفك النعبة والسفغن لاشور والسفغن الزكاة. أي غد النغة ولا قايث مثلا، باش كان ذا نحسب اللي إذا كانت صلتنا بالله قوية سهلة. ربي قال في سورة ياسين الآية 82، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين قل لان غرفصنا ربي يسهل، نكني إقلاقا نخدم، نكني إقلاقا نعتسب، أنا ذبع فريد دنجر وفلاح أكا. وذا ربي وعد غد في صورة الرعد الآية، سبحان الله هذه الصورة عجيبة أيضا، يعني الآية القرآن كله عجب، القرآن كله عجب. ربي مدينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية 11 من سورة الرعد. معنى ربنا عز وجل قادر على أن يغير أحوالنا إلى أحسن حال إذا تغيرنا نحن، إذا اجتهدنا في التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن بعد الأمر سيدي ربي سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمل لابد أن يحضر معنا في جميع الظروف والحالات، فلا نيأس. أما كدني غضموضين ولا قرد يأس، وين يخسر دي تجارة ولا قرد يأس، وين يخسر دي القراية ولا قرد يأس، وين يخسر يهلك ذا أكني فغون الله، أديني مرحبا استكشر ربي. ثقي مسألة مهمة، خطر ممكن الإنسان يكون ما شاء الله في الصلاة نتاعو، في الزكاة، في الصيام، ولكن وين يخسر الامتحان في هذه القضاء والقدر. يقول كذا كان دعوة لا بأس، ما كانش المرض له ولا عائلته،
وربح عنده 20 كاميون العشيه دخلوا كاع بلي شوفور بالسلعه بكلش ثم يقول لك بسم الله ما شاء الله. اما اذا كان دخلوا 19 كاميون ورقم 20 ما جاش بالك ثم يتهول. هنا المشكله 19 كاميون دخلوا لاباس بهم، واحد الكاميون راه معطل اون بان بالك ثم يتقلق وما يخشعش واشني هذا. هنا واعره بكل صراحه، والله غير واعره بزاف. لذلك الامام بالقضاء والقدر، ولا واحد كيكون بصحته عادي نهار اللي يمرض يولي يفقد الامل، شي مليحه. نقول هؤلاء اذا كان ربي سبحانه خيركم اعطاكم هذا الابتلاء يساعدكم بمنطق الدين. اخطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الانبياء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل. اذا كان الانبياء ربي جربهم وكيفه يا اخي يحبهم اصطفاهم اجرفيثن اكن ملان سويني كفغان ماشي سويني فغان، ولكن صبرا. النبي عليه الصلاه والسلام كما في سوره الاحقاف الايه 35 فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هو ربي يهضر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اصبر كما صبروا اللي سبقوك اولو العزم. حتى مر في يوم حنين النبي عليه الصلاه والسلام يعني يحزن، هو ثاني عنده قلب ولحم ودم، الحكايه معروفه. من بعد واش قال؟ قال من يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. ثم طبق هذه الايه رحم الله موسى، وموسى من اولي العزم، رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. فصبر هذا النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن موسى عليه الصلاه والسلام، قال قد اوذي باكثر من هذا فصبر. وربي قال له فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. حنا قلنا كما في سوره ال عمران الايه 200 اخر ايه اصبروا وصابروا الى اخره. الصبر يزرع الامل ويجعلنا نحسن التعامل مع القضاء والقدر خيره وشره. الله يرحم الشافعي اللي دار واحد لوردونونس يعني وصفه طبيه، قال دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحه والسخاء، يغطى بالسماحه كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء. إلى أن يقول ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. الدنيا ثربت وسع القاعة وسع، ولكن مد ينزل أين اكتفى ربي سبحانه؟ أما راح بستكشر ربي ذينم الشافعي الله يرضى عليه مدينة. والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. أخطر الثواب اللي يروح اللي ما صبرش راح له ثواب كبير أجر كبير، وهذه المصيبة أكبر مصيبة اللي ضيع الاجر الكبير. قرني ثقبالي ثميد رزال مصيبه ويصفر ويقفر، ولكن يصفر يسال اجر يرتاح الباليس يرتاح الخطريس ويض ذا شرى يخدم يقفر ذا يكان. وربنا عز وجل يزرع الامل في قلوب العصاة الذين اسرفوا على انفسهم، والايه معروفه وهي أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذوك اللي غلطوا بزاف والشيطان واعر يكلخ للإنسان باش يعصي ربي، كي يروح يصلي يقول مازالك صغير عندك غير 50 سنة علاه تروح تصلي، كي توصل 75
بسم الله ما شاء الله، دير راتراباج، عوض كاع، هو مسكين ممكن ما يوصلش، أليس كذلك؟ يكلخ للإنسان، يقول ما تصليش، ما تزكيش، ما تديرش كذا آخره، من بعد النهار اللي بغى يتوب، يقول له أنت تتوب درك، أوا خلاص، سي تروطا، فاتك الحال. هنا ربي يهضر مع هاد الناس اللي عصوا ربي بزاف، قال لهم قل يا عبادي، يخاطبهم يا عبادي، ما سلبش منهم هذه الصفة الجميلة الجليلة، قال لهم يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب، قال لهم لا تقنطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمن ربي، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني ربي أنت يعفو ياك. الشيخ محمد الحسين يسا ربي يعفو يشفو يرفو لانت ياك، وين يبغى ناس يعفو واس يعفو، وين نبغى ربي يشفو يرنا يرفو. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يروى أن أحد الصالحين جاه واحد دار بزاف ذنوب، قالوا يا فلان ربي يغفر لي، قال له ربي غفور رحيم اللي رجع ليه ربي يغفر له، قال اوه ما نظنش، قالوا درت بزاف الاخطاء، قالوا هو اللي قال ربي يغفر ويرحم، قال اوه ما نظنش، قالوا ربي يغفر لك كلش غير الاخرى هذه اللي درتها درك اللي هو الياس، معنى ما تيأسش من رحمه الله. ربي قال لا تقنطوا، احنا علاش لماذا نزرع الياس في قلوب الناس؟ لماذا؟ حتى ممكن يكون إنسان عاصي ربي يهديه ويتوب يولي بسم الله ما شاء الله عليه يعوض كلش قادر، لذلك لن يأس. وثاني قالنا جميعا كذلك كنتم من قبل، حذاري واحد يغطر يقول أنا سلكت ولا أنا لابس بيا، غير ربي ثبتنا برك. ربي قال في سورة إبراهيم في الآية 26-27 يثبت الله الذين آمنوا، لذلك نسأل الله الثبات، يثبتنا في الدنيا ويثبتنا في الآخرة وعند أول منزل من منازل الآخرة اللي هي القبر. علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نرجع للآية، أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأمل، ولكن لا يصح نقلا ولا عقلا أن نحكم في حبل الأمل بلا عمل، لا يصح. ما يجيش واحد يقول أنا عندي أمل ولكن ما يدير والو، لا لا، كما قلنا قبل الفلاح، الفلاح يرجع الحقل ويزرع ويحرث ويستنى ويسأل الله باش ينزل المطر. الآية 22 من سورة الذاريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية 30 من سورة الأنبياء، وجعلنا من الماء من الماء كل شيء حي. نسأل الله أن يغيثنا عاجلا لا آجلا، الماء أساس الحياة، للعبادات للطاعات للقربات للمعاملات، كل شيء، للأشجار للحيوان للإنسان للحضارات، حضارات قائمة على الماء، الماء أساس الحياة. ولكن لابد أن نكون في مستوى استحقاق هذه النعمة باجتناب المعاصي بأداء الزكاة. ربنا يقول في سورة الكهف وفي سورة الإسراء مثلا آيات كثيرة، سورة الإسراء، في سورة الحديد آيات، أختار مثلا سورة الحديد الآية 7، ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإنفاق العام والإنفاق الخاص. الآية اللي بعدها، الآية بعد ثلاث آيات، الآية 10، ولله ميراث السماوات والأرض، هذا المال في يدك راه أمانة. وقال في سورة المعارج في الآيتين 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وراهم هذون
راهم في الآية رقم 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الدنيا كاع مسقمة بالشريعة، بالشريعة كل شيء مسقم. سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الأمل الذي يدفع إلى العمل، معناه إلا قان خذم كلي وننداي الله، والأعمال والوظائف تتكامل، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن كلي وننداي الله أذي خذم. والخاتمة ربي ند في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا خدموا. ربي اللي قال خدموا، شوف آية واحدة ذكر ربي العمل شحال، قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أول من تعرض عليه الأعمال ربي، يعلم السر وأخفى، لانفيزيبل إلو فيزيبل كلش. فسيرى الله عملكم، علاش؟ لإتقان العمل. كي يكون عندك خدام إذا يخاف ربي، عنده ربي في قلبه، ما تخافش يخدم، وإلا لازم تعسه، وانت تخدم ولا تعس، وكدير له عساس داحيا حتى العساس لازم له عساس ولا لا لا مشكلة. لذلك الآن ما نراه من فوضى في حياتنا لابد أن ننظر إلى مواطن الخلل في حياتنا الثقافية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا الاجتماعية، لبعدنا عن الدين. اكفى ووال، احنا ما كان، لأن الدين واضح كلش. حنقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لهذا صراط الذين نعمت عليهم، شكون هذو اللي نعمت عليهم؟ كان أربعة أصناف. وراهم في سورة النساء الآية 69: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو ماذا بك أن نجتهدوا باش نكونوا مع هذون؟ ها في كل آية، في كل ركعة: يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هاو سمعنا شكون هما في سورة النساء الآية 69 بينين، وبعدين ربي قال وحسن أولئك رفيقا. حبيت نقول وفي آية أخرى ربي يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك ربنا قادر أن يغير حالنا لأحسن حال، ولكن بالعمل. نستحضر الرقابة نتاع ربي في كل مكان. علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. أقوض ربي يندث الليل، يعني زمكانية، حيثما في كل زمان وفي كل مكان أندث لضقوض ربي. وهذا الخوف من الله، بكري قالك خاف اللي ما يخافش ربي، أقوذ ولو نتسقوذ ربي. لذلك ربي قال فسيرى الله عملكم. وزيد ربي ما كلفناش أكثر مما نطيقه، قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم أن ديروا اللي علينا برك. فسيرى الله عملكم، زيد ورسوله. ثاني هذا أمر آخر، الآية 41 من سورة النساء هنا، هذه تشرح، هذه القرآن يفسر بعضه بعضا. الآية 41 هي اللي بكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد صاحبي، قالوا قرأ لي القرآن، حديث قيل ولا لا لا، شكون عنده كوراج يقرأ القرآن قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا يجي واحد قدام الإمام وما تقدرش تقرأ القرآن قدام الإمام، هكذا فيه مانع أدبي، فيه حياة، فيه قدر. هذا صحابي قالوا يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ثقيلة، كيفاش نقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن أسمعه من غيري. خلاص أعطاله الإذن، قالوا حبيت نسمعه من غيري. وبدأ الصحابي يقرأ سورة النساء الآية الأولى إلى أن وقفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى نوصل الآية 41 الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي
حسبك يعني حبس. وذاك الصحابي قالك خزرت فيه، قالك فإذا عيناه تذرفان الدموع، قالك خزرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. واش من الآية اللي بكاته؟ الآية 41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو موقف جلل النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة نتاعو. كاين اللي فرحوا كاين اللي حزنوا، كيجيو أبناء الأمة وبنات الأمة اللي فرحوه اللي حبوه اللي حفظوا ميراثه وكانوا أوفياء ثابتين حتى ماتوا، هذو يفرح بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى بالك واحد كيف يفرح ممكن يبكي بالفرح، انت يجيك خبر يفرح تبكي دموع الفرح، ممكن يجيك خبر محزن تحزن وتبكي. الشاعر قال يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نرجع للآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنعام مرجع. أم بعد وش قال؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. نغرب بستر صافي نروحوا قاع نوليوا قاع عند ربي. وستردون إلى عالم الغيب لانفيزيبل والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني اللي نزرعوه في الدنيا نغلثوه لهيه، أي نزرع ذي الدنيف أثنغلث ذي الآخر. والآية هذه ربطها بالآية 281 من سورة البقرة، وين ربي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آخر ما أنزل عند جماهير العلماء. نربطها بالآية 110 من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه وش يدير؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يفلح نزيكنا يكويني فغانسكسو سوذي واسيرين مدنا سيذي إلى قذي شروثي ذي جيغون ثلويث أرثي مليليث. والسلام عليكم ورحمة الله.